السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. كالعاده عارفين يوم السبت يوم الاحد بنحاول نعمل اكلات خفيفه وبشكل بسيط، بس النهارده يوم هيكون مختلف شويه. الشاورما. الشاورما دي هي اهم اكله او اكتر اكل اي حد فينا ما بيختلفش عليها. ممكن نختلف اللي هي تطلع مع رز او مع عيش او مع عيش صاج او مع عيش شامي او مع عيش كايزر او مع عيش فينو او مع عيش بلدي، ولكن في الاول وفي الاخر هي شاورما. في انواع كتير جدا من الشاورما هنتكلم عنها حتى في حلقات تانية ان شاء الله، ربنا يعني يقدرنا ونعمل حلقات تكون من قلب الموضوع ده ان شاء الله قريب. ولكن اللي هعمله قدامكم النهارده هو ابسط حاجه في الدنيا ممكن اي حد يخش يعمله، ولكن بشكل او بطعم مختلف شويه. الشكل سهل، الطعم هو اللي فيه صعوبه شويه. تركيبه الشاورما ما هياش بهارات وخضروات وحبه زبادي وبرتقال وخلاص، لا، تركيبه الشاورما هي بتعتمد على حاجتين. الحاجه الاولى هي الاهم، ان تسيب الحاجه في التتبيله فتره طويله جدا. الحاجه الثانيه هي بعض البهارات اللي ليها علاقه بتثبيت الطعم وبريحه الطعم الشاورما كمان. هنتكلم بتفاصيل كل حاجه مع حضراتكم النهارده. احب اقول لكم يعني ثلاث اطباق شاورما اسف من بعض. عندي شاورما لحمه هتتعمل بتتبيلتها مع كمان البرتقال الفريش، عندي شاورما الفراخ هتتعمل بتتبيلتها كمان مع الجنزبيل ومع الخل، هنشوف بتعمل ازاي الجنزبيل الفريش كمان. عندي شاورما سي فود. شاورما سي فود اكيد مختلفه، اكيد جديده، هنتكلم مع بعض على التتبيله وتتعمل كمان بالمستردة، ولو حبيت احط لها ريحان ماشي، ما حبيتش انا زي الفل. على ما اعتقد الامور بسيطه جدا، ومعاهم كمان كل الاطباق دي كلها متقدمه النهارده مع حضراتكم من فارم فريتس عشان معاها بطاطس. هنشوف بعد الفاصل الاخبار، اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم النهارده على حلقات يوم السبت والحد كالعاده، عارفين بحاول اعمل اكلات تكون خفيفه عفوا، ومن ضمن الاكلات الخفيفه هي الباستات والشرب والسلطات والشاورما بقى وانواع السندوتشات الحلوه اللي اي حد يخش ما يزهقش منها. الشاورما، المتعارف على الشاورما هي ليها قصص طويله جدا، وفي انواع كتير جدا من الشاورما. في شاورما خضار احنا يعني ما وصلناهاش لسه، وبتتعمل بشكل سيخ الشاورما، وبتتقص على صينيه شاورما، وبتاخد نفس الشاورما بس مش لحمه ولا فراخ. شاورما السمك، في شاورما سمك، لكن سي فود دي اختراع واحد زي حالاتي، يعني كده ايه شاف ان تركب دي مع دي فهيعملها سندوتش الشاورما. الرقه على التتبيله وده اهم شيء، ممكن نعمل اي نوع من انواع الخضار ولا اللحمه شاورما، ده عادي جدا. الفكره انك تتبل كويس جدا الشاورما. ايه اللي بيفرق محل عن محل في فكره بيع الشاورما دي؟ ما انت ممكن تعدي مثلا في شارع الفلاني تلاقي ابو مش عارف مين وجنب منه ابو مين واخر الشارع ام مين، كلهم بتوع شاورما، وتلاقي ده عليه زحمه كتير جدا، وده نص نص، وده مش موجود. هل ده وحش؟ هل ده وحش؟ هل ده حلو؟ لا طبعا، كل طبعا الارزاق بيوزعها ربنا سبحانه وتعالى، ولكن فرق الطعم، هم كلهم واحد، بس في واحد يتبل قبلها بيوم، وفي واحد يتبل نص يوم، وفي واحد يتبل قبلها بساعتين ثلاثه، زي المشويات بالظبط. المشويات لو انت النهارده تبلتها دلوقتي وشويتها هتبقى زي الفل، لحمه بلدي وبصل بلدي، كل حاجه تمام التمام، ولكن في الاخر الحاجه ما طلعتش زي ما انت متوقع من خلال كتر وقت التتبيله. هي دي نفس الموضوع في الشاورما. الشاورما يعني ليها طعم افضل من غير البهارات والتتبيله كمان من حته اللحمه او حته الفراخ اللي بنتكلم عنها. طيب واحده واحده عشان بس انا عايز اتكلم الكلام ده ونستوعبه، بعد كده نخش نشتغل، دي سهل الشاورما. تيجي مثلا عند الفراخ، يجي يقول لك واحد والله ده انا عايز اكل شاورما بس تكون من الوراك بس، وماله؟ بس مش هينفع تبقى على السيخ لوحدها. يجي واحد تاني يقول لك لا انا بحب الصدور بس، وماله؟ مش تبقى على السيخ لوحدها. يعني ايه؟ يعني الراجل بتاع محل الشاورما لما بيجي يعمل سيخ الشاورما او الراجل الصنايعي اللي واقف ما بيعملش نوع واحد من الفراخ، بيعمل كله. اذا ما كانش الفرخه كامله مقليه بيحطها في قلب السيخ، ولذلك تشوف السيخ بسم الله ما شاء الله قد كده. هو في صنعه في راس الفراخ على سيخ الشاورما، صنعه كبيره جدا ومش قليله ومش اي حد يعملها. يعني انا بحكم ان انا اشتغلت كتير جدا في المجال ده، هي دي عيشتنا، هو ده اكل عيشنا، عبر عن جدا زي ما بيقولوا كده. فبشوف ناس مخصصه بس لراس الشاورما مش لدبلت الشاورما، ده موضوع تاني. راس الشاورما ده حكايه، بيبقى واقف وعامل السيخ كبير قدامه، واحد معاه بطبق ويطلع هو على درجتين بحيث ان هو يبقى راكب فوق السيخ ويبدا
يثبت كل حتة في مكانها ويديها إمتى منين. الجزء ده يكون فيه حتة ملبسة، ملبسة في إيه بقى؟ ملبسة في الوراك أو اللي فيها عروق كتير، فتبقى نازلة معاك محملة مع حتة الصدر. يعني إذا الشاورما لازم تتعمل من الصدور ومن الوراك، أنا بتكلم في كل صراحة، ده بالنسبة للسيخ. لو اتعمل بالصدور ماشي، اتعمل بالوراك ماشي، ولكن مش تبقى زي الطعامة اللي فيها ملبسة. نفس الموضوع في حتة اللحمة، ما ينفعش أجيب حتة لحمة من الموزة وأعملها شاورما، ولا حتة لحمة مش عارف منين وأعملها شاورما، لا، في كام نوع معين، في نوع غالي جدا في اللحمة ممكن يبقى أطعم حتة شاورما اللي هو العرق الفليتو، دي حتة ناعمة جدا تاخد شنطة على النار، بس مش كله هيعمل كده. طب والناحية التانية ممكن يكون عندك وش الفخذ اللي هو بتاع الاسكالوب أو الاستكات، تقطع جوليان كده ناعم يشم النار يبقى زي الفل. زي ده في أنواع كتير جدا. السمك، ما اجيبش سمك اكيد بشوك واعمل شاورما، لازم الاقي حته قشره بياض بيضه كده حلوه زي ما انتم شايفينها كده، واروح مقطعها منسي قوي، ومع الكلاماري نفس الموضوع، ومع الجمبري نفس الموضوع. يبقى انا عندي اهم حاجتين في الشاورما ايه؟ رقم واحد التتبيله ووقتها، رقم اتنين نوع وحته اللحمه وحته الفراخ اللي هشتغل بيها. بس تعال نخش نشتغل بقى. انا بس حبيت اتكلم الاول على فكره ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، وده لازم اتكلم عنه قبل ما اشتغل فيه، لان الشاورما معروفه، مش انا بس اللي هعمل الشاورما. الشاورما ناس تقول لك ده من تركيا، وناس تقول من سوريا، وناس تقول من لبنان، وناس تقول من شرق السودان، كل ده كله موجود. ولكن الفكره كلها ان الشاورما ليها طعم لازم أن يكون مظبوط، ولازم يكون واخد وقته في التتبيله. طيب اساسيات الشاورما ايه؟ مش كبهارات، كتتبيله. الزبادي رقم واحد، وفي ناس تحط لبن رايب. هو ايه الفكره ليه زبادي وليه لبن رايب؟ يعني ايه اللي دخل دي جنب دي؟ هقول لحضراتكم ليه برضه. اللي دخل دي جنب دي، اشغل بس التصوير وانا شغال مع حضراتكم بحيث ان احنا ايه؟ نبدا نشتغل والنار حاميه، لان اهم حاجه عندنا في الشاورما بالذات او في شنط اللحوم يكون النار حاميه، ولذلك كمان تلاقي عود الشاورما قدامه نار حاميه جدا وبيبقى الاول متشمع. يعني ايه متشمع؟ هتكلم برضه مع حضراتكم على التشميع. التشميع الشاورما ده من اساسيات تسويه الفراخ بالذات، ودي الاخص. ليه؟ لان الفراخ لو سويناها اول لقطه هتحمر جدا من بره، ومن جوه هتلاقيها بيضه وما استوتش، كده احنا رحنا في داهيه وده غلط. فلذلك بيشمع الاول، فتبدا تلاقي الشاورما او الفراخ بدات تاخد شده النار، بعد كده يبدا يسوي واحده واحده ويبدا يلف ويقطع يلف. هي بالتركيبه دي. ليه بقى فكره الزبادي واللبن الرايب، او ليه ده او ده؟ هقول لكم ليه. اللحمه لو اتحطت بالزيت هتبقى طريه لما تيجي تسويها. عامه مش بيقول لك لازم تخلي حته لحمه طريه شويه او حته الفراخ، انا بس بديكم المصطلح البلدي بتاعنا. هيقول لك اه، قول له لا، طب ما لو حطينا زبادي، طب ايه اللي جاب الالبان جنب الفراخ ولا جاب هي بتمشي كده، هي تتبيلتها كده. الزبادي دي بتبقى طريه جدا، بتخش في انسجه اللحمه او انسجه الفراخ، بتدي طعم غير طبيعي، وكمان بتخليها سبونش شويه او سفنجيه. هي دي الشاورما، انا بس بتكلم في كل حاجه. طيب يلا بطل رغي بقى شويه وتعالى نشتغل عشان نبدا ناسس التتبيلات الشاورما المهمه جدا. طيب انت قلت لي من شويه قبل الفاصل عفوا، قلت لي ان انا عندي شاورما لحمه هعملها بصوص البرتقال او بعصير البرتقال والزبادي طبعا، وقلت لي الفراخ فيها خل مش برتقال وفيها جنزبيل مش توم، تمام، وقلت لي السي فود هعمله بالمستارده. ايه الفكره؟ كل حاجه لها تتبيلتها. كل حاجه لها تتبيلتها. في حاجه بقى ممكن كلنا نتفق عليها، نروح عند العطار نقول له اديني بهارات شاورما. بهارات الشاورما دي اساسيه في كل نوع من انواع الشاورما. دي حاجه. في حاجه اسمها مثبت طعم عند العطار، روح للعطار وقول له الكلام ده كله، وهم اكيد فاهمين ده كويس قوي. قول له انا عايز مثبت طعم. ايه مثبت طعم؟ كل اللي بتحطه في الطبق ده بيتثبت طعمه، بس بعد ما تحطيه في الثلاجه شويه، مش اقل من 3 4 ساعات عشان الحاجه تاخد طعمها وتبقى ليها نفس كده كويس جدا. طيب تعال نتبل واحده واحده ونبدا نسوي واحده واحده. عايز ابدا في الاول في اللحمه مثلا. اللحمه هنعملها بطريقه بسيطه جدا. ادي بوله فاضيه. بص يا رادو كده صحصحي معايا معلش شويه، عشان دي حاجات يعني واحد بيرغي فيها كتير، ونتكلم فيها الحاجه المفيده اللي تفيد الناس. حبه ثوم كده، بسم الله، كمان سنه، ماشي الكلام، وهنا كمان سنه، وهنا كمان سنه، بما عادل معلقه ثوم في كل بوله. حلو الكلام ده كده، حلو الكلام ده كده. هنيجي برده الملح بالمعيار كده وبالمقدار وبالايد. انا احب احط ملح بايدي، بسم الله. ادي حبه الملح، وادي حبه الملح، وادي حبه الملح، ولو عاوزنا زياده هنزود. ده ملحنا، حلو الكلام. هنجيب عندنا كده حبه ثوم باودر على بصل باودر في كل بوله، انا بتكلم على الاساسيات اهو، ماشي الكلام. عندي بهارات الشاورما كده سنه وكده سنه
وكده سنة. عفوا. عندي مثبت طعم. في مثبت طعم كده سنة وكده سنة. تمام جدا كده. عندي في الفراخ مثلا عايز احط حبة بابريكا، مش هيقولوا لا. في السي فود ماشي. اللحمة كده كده هي محمرة فمش محتاجة مني اي حاجة. عايز تحط حبة بهارات مشكلين بسيط قوي، ماشي الكلام، مش هيقولوا لا اهو. ده كله اساسيات، ماشي الكلام. تعالى بقى نحط على كل واحدة حاجتها. ادي عندي الزبادي، كله مش هيختلف عليه الزبادي الا لو ما حبيتش مثلا في السي فود زبادي، وده غالبا هيحصل. ادي هنا في الفراخ برضو نفس الكلام، ادي زبادي في الفراخ، ماشي الكلام. يبقى احنا كده حطينا البهارات كلها ثابته وزبادي. هنيجي في الاخر عشان بس نميز احنا بنعمل ايه على التتبيله دي، هنحط ايه بتاعت السي فود مستردة عشان المزازه وعشان الحموضه وعشان الحاجات دي كلها. جميل جدا. انت معانا كده يا رضوى ولا علينا ولا انت فينك حته انت؟ حلو. نجيب فلفل اسود اهو، فلفل اسود هنا ونزود، هنا ونزود، فكله فلفل اسود. عفوا، قلنا حبه ينسون بدل ما انتوا قاعدين كده يا شباب والنبي، اي حاجه كده الدنيا مش كده. تمام. هنيجي بقى احنا نحط جنزبيل. الجنزبيل اهو زي ما حضراتكم شايفين بميته كده، شايف الميه دي يا رضوى؟ دي ميه الايه؟ الجنزبيل. حلو كده الكلام. عايز احط جنزبيل مش هيقول لي لا في اي حاجه، بس انا عايز اعمل حاجه تكون معقوله وبسيطه جدا كده على ما اعتقد الامور واضحه جدا. تعالى بقى نتكلم على اللحوم. ادي اللحمه دي، وادي اللحمه دي اللي هي الفراخ، وادي كمان السمك. قول لي بقى هتتبل ايه فيهم، اللي بالبرتقال واللي بالخل. هو انا ليه بس النهارده معلش سامحوني هتلاقوني عمال اتكلم بالتفاصيل عشان دول كلهم يتعملوا خمس دقائق عادي جدا. يعني لو انا عايز اللي هو بعمل حلقه او حاجات بالشكل اللي انتوا عارفينها دي في ثانيه نعملهم لكم كده على طول. ده حاجات ما بتاخدش اصلا دقيقه. يعني هي اصلا بتطلع من الطاسه او من السيخ على السندوتش على طول. يعني ما نحطهاش في فكره ان احنا نسيبها شويه ونسخنها والتركيبه دي. فانا بس بحب اتكلم على الاساسيات. طيب هنيجي هنا على الـ على الـ على الـ اللحمه مثلا. اللحمه هديها عندي برتقال، حبة برتقال فريش كده حلوين اهم، معصر اللي شايفاهم عاملين ازاي ردوه بالتفل بتاعهم، شايفاهم اهو، بص المنظر عامل ازاي كده اهو، والباقي هنا اهو، ماشي الكلام. ده كده اول الكلام. انا تبلتها كده بسيطه جدا ما فيهاش حاجه، واروح نازل على طول ب اللحم، ماشي الكلام. هاجي هنا على الفراخ عشان اعلي التست منها اكتر واشيل اي زفاره، وراح جايب عليها خل اهو، الخل، ماشي الكلام يا رضوى اهو كده اهو، وراح جاي زي ما انا كده على الجنزبيل وعلى الثوم وعلى كل البهارات. هاجي هنا اهو على دي، هتروح عامل ايه؟ جايب الليمون اهو. يبقى خدت ليمون السي فود، وخدت خل الفراخ، وخدت كمان اللحمه، خدت برتقال. تعال بقى نقلب واحده واحده ونشوف اخبار الدنيا ايه. بسم الله اهو، هنشوف كل حاجه مع حضراتكم وهتشوفوا الملامح الاخيره اللي احنا محتاجينها، وبنشوفها بس على الشاشه او بنشوفها بس في السويخ او بنشوفها بس في الحله اللي فيها الشاورما وخلاص اهو كده اهو. قلب كويس جدا، كنت ممكن اقلب لوحدي او غير ما احط اللحمه، انا حبيت اقلب كله مع بعض ومش فارقه. المهم عندي تفاصيل الامور ازاي اهو. تبل تبل كده اهو كده، قال التتبيله زي ما حضراتكم شايفينها بالشكل ده. حلو كلام كده يا رضوى، جميل جدا. تعالى بقى نعمل كمان السمك الجديد ده. قلب بقى كده، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. بص كل حاجه واضحه جدا. المحمر ده يا سيدي بابريكا، مش بس عارفين اللي هو الفلفل الارنوتي. دي يا سنه ليمون كمان تديني كده ايه حامض اكتر اهو بالشكل ده، ماشي الكلام. اطلع يا سيد، خليك هنا كده، ايوه كده تمام جدا، ماشي. ادي كده السمك. انا مش هطلع فصل غير ما اخلص ده كله، اصبري عليا دقيقه بس، دقيقه دي واطلعك فصل. تمام حاضر. نجيب المضرب تاني واحنا نقلب برده الايه الفراخ بالزبادي بقى. بص بقى المنظر عامل ازاي، الله اكبر للي ياكل اهو. طبعا زي ما اتفقنا من اول الحلقه كل الاطباق دي مقدمه النهارده لحضراتكم، لحضراتكم من فارم فريتس، لان الاطباق طبعا الشاورما لازم يكون معاها بطاطس، وفارم فريتس لما عرفت ان احنا هنعمل حلقه شاورما قالت لك بس انا المقدمه البطاطس بقى ل
فكره الاطباق الشاورما دي كلها والسندوتشات والحاجات دي كلها دي بتاعتنا احنا. احنا مش بس بنعمل بطاطس محمره، احنا بنعمل بطاطس كمان بنحطها في بعض الاكلات كطبيخ. والاساس عندنا برضو البطاطس الصوابع الحلوه المقرمشه دي تطلع معانا في السندوتشات. فتمام جدا، دي على ما اعتقد التتبيله لشاورما اللحمه، وتتبيله للسي فود، وتتبيله للفراخ. الخضار ايه؟ هنتكلم بعد الفاصل مع حضراتكم عليه. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمة هنية. طيب قبل الفاصل كنا احنا متبرين الشاورمات ومظبطين الامور، بس كان اكتر حاجه كنت بتكلم عنها ان انا اثبت شويه الطعم بتاعي، او اثبت شويه فكره التتبيلات تكون في واخد حقها. لاني الطبيعي اي حد في الدنيا لما يجي يعمل حاجه التتبيله هي مهمه جدا وهي ثابته وهي اساسيه. الخضار اللي بيتحط مع الشاورمات هو فلفل اخضر او الوان مع بصل ومع بقدونس ومع فلايه الطماطم. يعني ايه فلايه الطماطم؟ هجيب طماطمايه تقطعها على اربعه وبسن السكينه وبنشيل منها فكره ان لو في طماطمايه قدامها هوريها لكم عايز اتكلم على ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتشيل منها فكره ان انا مش عايز احط فيها الميه او البذر بتاع الطماطم. ليه يا سيدي؟ علشان خاطر لما بنعمل كده اهي ثانيه واحده مثلا كده اهو مثلا. انا بس عايز اوريهم رضوى بعد اذنك كده تعالي، عشان الحاجات عندي مقطعه، فلما اجي اشرح حاجه بيبقى لازم اعملها عملي الطف وامن. مثلا كده نجيب سكينه رفيعه. بص كده يا رضوى، طبق ميه اهي، نشيل القمع ده كده حلو، ونروح عاملينها كده كده اهو معايا يا استاذه كده اهو. شايفه السن ده كده اهو؟ انا كده شلت ده ما برمهوش، ده اللي بعمله عصير عندي اللي بشتغل بيه، واقطع كده اهو. بصي اهو دي للشاورما، خدت بالك؟ تمام جدا اهو. تاني كمان واحده، وتكون محمله سنه عشان ما تنهارش في النار ويبقى الموضوع معانا حاسين ان احنا بنطبخ اهو. ده مثالي جدا لتقطيعه الشاورما. حلو الكلام؟ تمام جدا. طيب يبقى هو ده الخضار. البقدونس في الاواخر، خيار المخلل لو هنحشيه مع انواع السندوتشات نحطها برضو مع البطاطس في اخر الاكله. طيب تعال نبدا نخش نشمط ونسخن الحاجه بقى ونشتغل على النار. طيب بسم الله كده. اول حاجه عندي النار حاميه، بجيب عندي زيت عباد او ذره. زيت عباد او ذره مش زيتون، عشان انا عايزه يبقى حامي، عشان انا هعملها على الطاسه فلازم اكون واخد بالي شويه ان الطاسه تكون سخنه جدا بحيث ان انا لما انزل اشمط على طول ما ياخدش في ثانية كده اهو. هصفي الزبادي او هصفي التتبيلة بسم الله كده، وابدأ انزل كده بسم الله. الله كده. انا شمطت اول شمطه هنا، اجيب ميه. ده الطبيعي، ده الطبيعي. بروح اعمل كده، بص كده يا رضوى بعمل ايه اهو. شايف اخدت بالك انا عملت ايه؟ بسم الله. على الطاسه الثانيه دي الله اهو. هنا بقى الشمط بجد بقى، حبه الميه دول نزلوا مش هيوقفوا لي الطبخه، ده جوسي. وراح جاي هنا على الطاسه دي كده اهو، ايوه على النار الحاميه دي، ادي الشاورما قدام حضراتكم. بص حته اللحمه عامله ازاي يا رضوى. شغال بقى اكمل تسويتي بقى بخضاري. البصل اول الكلام كده اهو، بصلايه واحده اهي
حلو الكلام. عايز اعلي بقى التست سنه كمان سنه الثوم. ماشي يلا كده من غير بهارات بقى ولا اي حاجه ثانيه. خلاص انا بطبق الشغل، انا بقفل الطبق يعني ما زودش اكتر من كده عليها حاجه. اهو البصلايه تدبل شويه ما تبقاش اوفر تسويه او واخده فكره ان هي تكون زياده على اللزوم. لا انا عايز اخلي الحاجه تكون عندي كده بسيطه. حبه فلفل اخضر اهو كده اهو يلا بالمره. ماشي حلو. وحابب احط طماطم في الاواخر هي والبقدونس، مش حابب انا كده زي الفل قوي كده. ملامح باينه جدا ان انا عملت الخضار بتاعي. هسيبه خمسه ياخد تسويته على ما اعتقد. بسيطه جدا وسهل الكلام، سهل جدا. طيب تعالى نعمل ايه تاني؟ زي ما تسيبها بقى على نفسها تكمل تسويتها. هاجي الناحيه الثانيه مثلا واروح عامل ايه؟ مصفي الفراخ مثلا بالشكل ده في مصفى في بوله. حلو الكلام اهو كده اهو. اهي التتبيله شايفينها بتنزل من تحت، شايفها اهو. عشان بس التتبيله دي مش تبقى وحشه يعني. احنا اعتبر مسابينها سايبينها ساعتين ثلاثه بقى في التتبيله، فاحنا امان. طب لو نزلت معايا ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، هتجيب ميه بس مش اكتر من كده. هتسوي لي على بطء وعلى يعني وقت غير ان انا عايزه اهو كده. زيت. والناحيه الثانيه برده بسخن التصطير عشان ايه؟ ابقى شغال ومامن حالي. الطاسه تبرد قدام الثانيه تنزل على طول. بسم الله. ريحة الجنزبيل هنا عالية جدا. اهو. حلو الكلام كده. طبعا بالنسبة للسمك هو مش محتاج مني حاجة خالص، السمك خلصان. هنا الشاورما دي خلصانة. اهو. بص ملامحها ردوة عاملة ازاي؟ حبة البقدونس على الوش. اهو. اهو. تعالى بقى كمان نطلعها من على النار عشان نغرف على طول بالمرة، ما استناش بقى لما انا ايه؟ اخليها تبرد ونسخن تاني. لا انا هغرف على طول دلوقتي مع حضراتكم اول باول. لما بس كده حبه العده دول علشان ايه نشتغل على نظيف. والله كمان لو انا قدامي حبه توميه توم، انا كنت عملت توميه على السريع دلوقتي. طب ما احنا ممكن احنا فيه انا ما عنديش مانع، انا هعمل كده دلوقتي. بس زدت قدح بتاع البطاطس هنبدا احمره بالمره بحيث نبقى شغالين في كل حاجه واحده واحده. هجيب عندي كيس بتاع فارم فريتس كده على السريع. ماشي الكلام. ونبدا ننزل واحده واحده. بسم الله بسم الله. جميل جدا عشان ما يكلكعش بس الامور. سويها كده وسيبها تتعايش مع نفسها. طيب عايز تجيب ايه؟ ماشي الكلام. هشوف لو قدامي توم كامل هعمل حالا معركه توميه اسرع حاجه في الدنيا. راس توم كامله. طيب ماشي، انا مش عايز راس توم، انا عندي توم مفروم. وادي معلقه المايونيز، والله ربنا بيحبني الحمد لله. وادي التوم. ماشي الكلام. والله زي الفل وخير من عند ربنا. اهو شايف التوم ده رزق يا رد. وانت مفكر ان انا بهزر؟ والله ما بهزرش. وادي الليمونه زي الفل. هنعمل توميه مع حضراتكم دلوقتي بالمره. يلا ايه نهزر ده كمان كده. او محس ان خلاص بدا هو كمان يكمل تسويته. النار الناحيه الثانيه شغاله. صفي حبه الميه دول ما عنديش منها خالص. والناحيه دي البطاطس شغاله كريسبي. وانا هجيب عندي الكبه. نعمل التوميه في ثانيه. ادي الكبه وادي ليمونه وادي راس توم. ادي توميه. معلقتين والمايونيز موجودين اهم. ده بالصدفه والله مش اكيد اهو. ماشي الكلام. عصره الليمون اهو. ماشي الكلام. نشيل بس البذره دي. ماشي الكلام. وسنه ملح وسنه بهارات مشكله بسيطه جدا. ونقفل ونجيب الهاند بلندر. احنا برضه واقفين في مطبخ يعني مش ورشه، فاكيد كل الحاجات اللي احنا محتاجينها لازم تكون متوفره ولا ايه؟ ما تستغربيش. وادي كمان الفيشه. بسم الله. انا عشان بس اغرف الوش الشاورما الثاني وانا مستريح. زي العسل اهو.
ايه رايك في الكلام ده بقى؟ شوف انت عايز تبص على اي حاجه بقى براحتك بقى، انا تمام. حلو الكلام. ادي هنا الفراخ دي انا عايز اصفيها شويه، معلش حب حاجه تكون ناشفه مقرمشه زي ما انا قلت واتفقت مع حضراتكم. الطاسه دي تيجي اهو، بص على المكان، الميه مش عايزها كتير عشان اقفل ده كمان. بسم الله ماشي الكلام. ادي الخضار بتاعي موجود جاهز قدام عينيا، ما فيهوش حاجه. طيب هتعمل ايه بقى بعد ما عملت قصه اللهم صل على سيدنا محمد التوميه دي؟ هعمل بقى ايه السندوتش صح بقى، اروق نفسي كده، حتى لو هعمل واحد بس قبل ما اطلع الفاصل. ثانيه واحده يا رضوى، وايه نبقى جاهزين، اصبري عليا كده اهو. وادي دي نشيل السكينه عشان نطلع على طول في الامان. نوسع نفسنا كده ثانيه. البطاطس خلصانه اهي، شايف البطاطس عامله ازاي يا رضوى اهي. هنجيب لها طبق عليه مناديل، حسبكها شويه معلش سامحوني. هجيب الاول بس احط كده عندي الفلفل الاخضر او الالوان على الشاورما مع البصله الحلوه دي كده اهو. طبعا مع حبه بصله ماشي الكلام، مع بطاطس ماشي الكلام، مع عيش ماشي، كله يقول لي مفيش حاجه عندي توقف خالص. دي كده ثانيه نجيب اللهم صل على سيدنا محمد حاجه نطلع فيها البطاطس دي مثلا كده، مثلا مناديل اهو كده اهو، علشان خاطر نبقى شغالين صح. البطاطس اول ما تطلع قدام حضراتكم على وش الزيت كده يبقى احنا كده في التمام. صف كويس جدا، ونروح عاملين كده بحيث برضو نبقى في الامان في كل حاجه. بتشوف زيت كتير وكل حاجه، بس برضو معلش المنديل برضو انا بالنسبه لي يعني على اي مقالي خلقها ربنا في اي حته في الدنيا لازما حاجه من الحاجتين تطلع عليه، لا حاجه خضراء لا اما مناديل، وده الافضل برضو مع الحاجه الخضراء ما عنديش منها خالص. كده اهو سيبها بقى ايه تشرب تنشف شويه اهي قدام حضراتكم ماشي الكلام. ونحط بقيه بدل الزيت سخن زي ما هو بقيه الكيس. بسم الله زي الفل جدا. ساوي الامور، خلي الحاجه تبقى تحت الزيت وسيبها وما تقلبش فيها كتير. وده تعالى ده خلصان، اديله زي ما اتفقنا حبه البقدونس على وش الشاورما. حلو الكلام. تعالى نقفل بقى السندوتشين دول قبل ما اطلعك الفاصل لحظه من زمانك، ونرجع بعد كده نعمل الايه؟ الايه؟ السي فود. الله يبارك لك كده، خليك معايا مركزه كده وصحي. طيب انا اوسع بس لنفسي كده. حلقه يعني عايز اقول لكم ابسط مما يكون. ونهدي النار هنا دي شويه، ونبدا نجيب بقى ايه عيش شامي. طبعا يعني الشاورما يعني عيش شامي او عيش صاج. ادي العيش الصاج او العيش الشامي ماشي الكلام. ودي خلصانه، انا هجيب بس على طول اطباق بحيث ان انا هغرف على الطبق على طول ما احطلش واروح واجي كده. مثلا ماشي، نجيب الطبقين دول ماشي هواري. حلو الكلام. ونبدا ناسس الطبقين الشاورما دول بالجرناتوره او الجرنش اللي ممكن احطه على الطبق بحيث ان انا ابقى جاهز في حاجه. حالا هعمل كده، وسع نفسنا شويه كده عشان تشوفي حضرتك كده تمام. انتي وادي الشاورما اللحمه كمان باينه، وادي التوميه اللي احنا عملناها مع حضراتكم. هجيب سكليبر عشان اطلع على طول على النار على البطاطس عشان ما تشربش زيت ماشي الكلام. ادي السكليبر. حلو الكلام ده كده جميل جدا. طيب ايه بقى اللي انت هتجرنش بيه الطبق ده؟ ولا حاجه، زي ما انا اجيب سكينه واروح جايب عندي فص ليمون على فص طماطم ماشي الكلام، وعلى حبه بقدونس اهو. الكلام ده بيتي نعمله في البيت، حاجه كده معموله في البيت كده من غير ولا وجع دماغ ولا حاجه ماشي هواري كده. احنا عملنا كده تمام. هنجيب لقمه العيش اهي ماشي الكلام. عايز امسحها انا ما عنديش مانع امسحها، كله موجود ما عنديش مانع اهو. شو اللي احنا عايزينه؟ تحب العيش المقمر يا رضوى؟ انا بحب العيش المقمر، ويزعل في حاجه العيش المقمر
اهو وادي السكريبر كده، ده سخن جدا والله اهو. وانا جايب عندي سنه التوميه دهن كده، ادي اللقمه بتاعتي. عندي خيار بس انا ما عنديش خيار، سالت عليه والله قبل ما اطلع، قبل ما فيش النهارده. ده توم توميه اسهل حاجه في الدنيا. هروح اعمل لي سندوتش بطريقتين. الطريقه الاولى بطاطس كده اهو، والفراخ على الوش كده اهو. بص اللقمه عامله ازاي، هي لوحدها بتتكلم، مش محتاج ان انا اتكلم عنها. ده كده سندوتش. الطريقه الثانيه هجيب عندي برده نفس الكلام، صوص كده يكون في النص، بس تحب طحينه وماله برده مش هتقول لا. وانا عامل كده، وراح جاي عامل كده برده من غير بطاطس زي ما انا. دي كتير البصلايه دي عليها لوحدها عشان الواحد ما يبقاش ايه خمام كده اهو. وراح جاي لو حابب ان انا الف اللقمه اهي زي ما انا من غير ما اعمل حاجه اهو. بص بعمل ايه يا رضوى، شايفه بعمل ايه فين؟ بقفل من هنا، بعمل كده اهو بايدي اهو، خدت بالك؟ وراح اعمل كده. ايه اللي ممكن تعمله تاني؟ هعمل كده اهو هلسع لو حبيت، ما عنديش مانع خالص، كله بايدينا. ادي اللسعه اللي احنا عايزينها اهي، شايفاها يا رضوى؟ كده متشكرين جدا. احنا عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه، نعمل لقمه كمان ونقفل الفراخ ونخش بعديها على طول على اللحمه اهو كده اهو ماشي الكلام. ونروح عاملين كده حبه الشاورما الحلوين الفريش دول اهو ماشي الكلام. ونروح عاملين بطاطس برده على الوش غير التانية، بطاطس كانت تحت. وبرده لو عايزين نلفه كساندوتش انا ما عنديش مانع اهو. على ما اعتقد الامور ابسط من ما تكون. اي حاجه في البيت حابين نعملها هنعملها كده زي الفل. ويا سلام بقى لو حابين نعمل كده على التاتش في الاخير، شايفه ده؟ ده ايه؟ عصره الليمون. تمام جدا، ده اول طبق لحضراتكم، طبق شاورمة الفراخ البيتي في البيت. ماشي الكلام؟ اسرع شويه على يعني اعمل ايه؟ انت تأمري بس كده يعني، ما عنديش مانع برضه تحط توميه. المشكله ان رضوى الهواري يا عيني بتبقى مرتبطه بوقت وانا مرتبط بطبخ، فدايما بيختلف على كده هي وشفيق، نفس الداء برضه ربنا يهديكم. طيب ماشي الكلام، نجيب عشان نطرح الفراخ. ادي اللحمه، بص يا هواري كده هديك سندوتش لحمه بس قعدني شويه، ايه رايك؟ اه ماشي كده اه، ده كده ساده حلو الكلام. بص منظر السندوتش انت تتكلمي عنه، مش محتاجين حاجه. وناخد التاني نعمله برده سن التوميه، هطلعك حالا بعد ده كده عشان يبقى في طعم كده التوم وحاسس فيه. تروح بحب اعمل حبه حبشتكنات كده كله يمشي، وهات لنا حبه بطاطس من دول يلا كده. ونروح عاملين برده اللقمه كده، ونروح جايين عاملين اللقمه كده يلا براحتك خلاص بقى انا تمام جدا. ده اخر اخر سندوتش اهو، وروح عامل كده اهو. بص بعمل ايه، وروح عامل كده اهو ماشي الكلام. يلا اطلعي براحتك بقى انا تمام جدا. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب خلصنا الفراخ واللحمه وداخلين على السمك. السمك سايبينه متبل للاخر بقى، ده غالبا هو ابو جمبري وابو كاليماري، ده يعني ما فيهوش حاجه خالص اصلا. وهنحطه حتى كمان في الطبق من غير عيش مش فارقه. وعايزين نحط توميه ماشي الكلام، نحط معاه بطاطس اهي بتتحمر. كل الامور دي كلها يعني بسيطه. والله انا ساعات بحس وانا طالع يوم السبت والحد ده يعني ايه زي ما تقول كده ايه جايب يعني منيوهات، وده اتفاق احنا متفقين مع بعض ان احنا نعمل حاجات خفيفه يوم السبت والحد. بس انتوا عارفين ان انا بحب يعني كده، بس برضه يعني اتمنى ان كل الحاجات تكون بسيطه. ليه بقول كده؟ بقول عشان خاطر بس يعني انا شايف ان يعني ايه في حاجات ممكن تطلع اكتر من الشاورمات او الحلقات اللي هي الصغيره دي، ولكن انا بحب دايما اشوف كل المشاهدين عايزين ايه وتحت امركم يعني. طيب تعالى نبدا نحمر او نشوح السي فود، ونطلع من الطاسه على الطبق على طول. طاستي سخنه، زيتي حامي، كل حاجه واحده واحده. ادي معلقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اه، في حاجه ناقصاني في الطبق ده انا ما حطيتهاش، ولو حطيناها هتعلي جدا التست. ايه هي بقى؟ هقول لكم ايه هي اهو.
سي فود يعني شبت. تخيل بقى او تخيلي حطينا سنه الشبت دي المفرومه دي على الوش مطرح البقدونس او مع البقدونس او في وسط الطبخ، على ما اعتقد مع المستر ده ومع كمان فكره الشبت والسي فود هتودينا في حته حلوه قوي وليها لازمه في اللي احنا بنعمله. ادي دول بس، ولكن خلينا بس ايه نخلص شوح. هو مش هاخد مني اقل من ثواني يا هواري، اهو كده تبلته باينه جدا، نفلفل اهو كده اهو وتمام. نروح عاملين الصدمه الثانيه عشان النار تفضل حاميه اهو. شوف الكلام كده اهو. خضارك بسيط جدا، البصل مش هحط كتير، وبرده فلفل اخضر او الوان مش كتير عشان عايز استمتع واستطعم بالسي فود. بس ما يعني هو هيبقى هيستوي اسرع من اللحمه. حتى الكاليماري بصوا خلاص، الكاليماري عشان فريش واخد تسويته وناعم جدا، فالموضوع ما فيهوش حاجه خالص اهو. وما رضيتش بيني وبينك اصفيه كتير ولا اخليه فكره ان هو يكون يعني ناشف عشان انا عايز اسوي حاجتي كويس جدا. والخل كمان او الليمون او البهارات اللي بنحطها في السمك بتستوي بسرعه او بتسويه قبل ما ينزل على النار. هو الطبيعي السمك ما بياخدش وقت، بص عامل ازاي اهو اهو يا رد، ده السمك اهو، شايفه السمكه؟ شايفه؟ يعني مفيش كلام اهو عشان ما اقلبش بشويح. ده اسمه تشويح، اللي بحط ده واحط ده، عايز اديله سنه ريحان ماشي، مش عايز يبقى انا زي ما انا هدي طعم الشبت على الشاورما السي فود هيبقى اعلى بكتير جدا لما احط ريحان او بقدونس. بس برضه احط له حبه كزبره خضره مش هتقول لا. كده خلصان اهو، هنعمل له الجرناتوره بتاعته، حبه بصل مع حبه فلفل متبهرين بسنه ملح، حبه بهارات مشكلين في الطبق يتقلبوا كده اهم، شايفاهم مهوري تمام جدا. وروح عامل كده ونازل في قلب الطبق بالشكل ده بالهنا والشفه. على ما اعتقد الامور بسيطه جدا، ان انا ممكن اعمل 3 اطباق يكفوا ما شاء الله ايا كان حجم البيت. يعني اطباق بسيطه جدا، شاورما تتعمل بالفراخ، تتعمل باللحمه، بالسمك، مع البطاطس، مع العيش، مع اي حاجه. انا يعني بعمل حاجه في البسيط جدا. دي كانت حلقتنا، حلقه جديده وحلقه سعيده لحضراتكم.